مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، مرة أخرى مع هذه السيدة في حق الرد اللي بغات أنها ترد على الإبن ديالها وعلى الزوجة ديالو اللي اتهموها بشي حوايج اللي هذه السيدة ما فيهاش نهائيا، والأخت ديالها بالتبني اللي كيف ما كنقولوا أنهم ضامنوا ولاو ايد واحده ضد هاد السيده هذه. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا، هاد السيده كانت خرجت في واحد البث اللي صراحه المنا كاملين ان الابن ديالها ضربها. صراحه الامهات اللي غيحسوا بهذا الشيء باش ولدك يضربك راه ماشي سهل، راه الامه تدوش ليها نهائيا، خاصه ان هاد الام كتقول كانت كرفست مع ولدي، ضربت معاه تماره، مرضه هزيته 5 سنين وهو ساكن هو ومراته عندي في الدار، وفي الاخر يخرج منهم هاد الشيء كامل. انا فاش دويت على الصلاح، دويت على شي حاجه اللي مزيانه ليهم، لا هو لا مراته لا وليداتهم، شو شنو داروا؟ يعني كنتمنى النداء ديال هاد السيده يوصل للناس المسؤولين. السيده بطبيعه الحال مازال غادي تتابع هاد الناس، ياك اختي غادي تتابع هاد الناس على قبل هاد الهضره اللي قالوا فيها اللي هي اصلا ما فيهاش، وعلى قبل العنف ضد الاصول، يعني على الابن ديالها اللي سخات عليه ميمته وضربها بديك الطريقه. السلام عليكم اختي. السلام. كيف هاد حق الرد على شنو بغيتي تهضري؟ اختي بهاد حق الرد انا بغيت نجاوب على دوك الناس اللي تدخلوا بيني وبين ولدي. انا ولدي ضربني، مراسو صفقاتني، نسيبتو شداتني من الشعر ديالي. واش ماشي من حقي نمشي ندعي عند مش ما نتجاش القانون؟ درت شهاده طبيه مشيت للقانون. اليوم انا كنتفاجئ بهاد السيده اللي دخلت بيناتنا. اش كتجي كد السيده اللي دخلت بيناتنا هادي كتقول بانها اختي؟ ولكن انا ما كنقولش راه اختي، انا تفاجات مؤخرا انت ولات عندي كدا 40 عام. يعني كتصيفط ليا الام اللي كنت كنصحبها امي، صيفطت ليا جوج اوديوس كتقول لي انت ماشي بيني وبينك ماشي بنتي، وجيت الحل المدني اللي كنت حطيتك فيها شحال هذا راه قطعتها. حيت علاش قطعت؟ ما عرفتش علاش. الحل المدني كنقطعوا منا الوراق. هادشي انا قالت لي انا كنافقك ماشي بنتي، ما تبقايش تجي لعندي. يعني خديت صافي داكشي وسمعتو البنت العم ديالها، قالت لي صافي يا بنتي شديتي قرارك منهم، ما تبقايش تمشي عندهم. يعني حتى وصلتي لهاد السن ديال 42 عام ولا اكثر عاد عرفت بانهم ماشي بنتهم. هما قالوا لي بان ربيناك، حنا غير ربيناك. انا ملي قالوا لي بان ربيناك وغير كنافقوك، هذه الام اللي كنت كنصحابها الام ديالي قالت لي انا غير كنت كنافقك، علاش كتجي عندي ما تجيش عندي؟ ماشي بيني وبينك، ماشي بيني وبينك تجي عندي. صافي عاد دابا وليت كنرجع السين تالور وكنتفكر هاد الكويات اللي في يديا بالعاشق، ربعة الكويات هنا وهنا وهنا، كنقول علاش اذا هذيك السيده راه كنت كنسحب انا الام ديالي، هادشي علاش كواتني؟ حيت ما يمكنش، راه ما يمكنش تكون الام ديالك غتكويك ربعة الكويات في انا دابا ما نسمحش ليها. علاش على هاد الكويات ما كنتش كنسحبها الام ديالي؟ دابا هي ماشي الام ديالي غير متربيه انا، حيت هي اللي اعترفت ليا بالفم ديالها. دابا اللي فهمت بان هاد الام ديالك اللي رباتك واختك اللي كبرتي معاها وداكشي تافقوا مع ولدك ومرات ولدك، تافقوا داروا يد وحده. علاش تافقوا؟ حيت في الاول مني داتوا هاد الاخت ديالي اللي كتقول هي اختي، داتوا عند الصواب وصورت به هو ومراتو، داتوا صورت به. من بعد تناقشت معاهم ولات في صراع معاهم، عندي اوديوات وعندي دليل كيثبت هاد الشيء. انا ما كنهضرش من راسي ولا كنجبد شي حاجه من راسي، عندي دليل وعندي اوديوات كتقول لي هذيك مرات ولدك راه غير شمكاره، هادوك فلوس اللي كيصيفطوا لهم للجاليه واللي انا ديتها عاد صواب صورت راه تيمشيو في المحرمات. يعني هذه كانت الهضره اللي كانت كتقول لي انا كنتصارع، كنزيد نتصارع معاك، نقول لها ما يمكنش هذاك راه ولدي ومراسو كانوا عايشين معايا 5 سنين، عمرني شفت عليها هاد الشيء. يعني مراتو فاش كانت معاك في الدار ما كانتش كنشوف عليها هاد الشيء، الا كان باها ولا عائلتها ولا داك الشيء ما تيهمنيش. انا الدريه صافي بغات الدري، يعني جات عنده بغاتو الراسه من دايسه الراسه، كما قلت لكم قبل في اللايف الاول، راه جات عند الدري كان مشدود ليا 8 شهور في الحبس اسامه، واحد الدري حداوي من ولاد حدو سيدي معروف، تلاقى به في عكاشه عطاه النمره قال لي دوز بها الوقت. الولد ديالي ملي خرج جات لعندو للدار، كتجيب مرارا وسكرا، انا كنت خدامه كنجري عليها، كنقول لها بنتي ولدي راه باقي ما قادش على المسؤوليه، حسن نجي انا لخطبك، كتمشي بحالها كتعاود ترجع. كنقول لي اسامه ولدي اش هاد الشيء؟ واش هاد الدريه؟ قال لي واش انا مسطي ناخذ هذه بحال هكا؟ اليوم دنيا وغدا اخره، الا كذبت عليه يا ربي ياخذ فيا الحق، ولا الا زعما كنت كاذبه عليه ولا في هاد الشيء راه ربي هو اللي غياخذ فيا الحق. يعني
ما كذبتش عليه، ولكن تطورت الامور، بقات كتجي وبقات كتجي وبقات كتجي، يعني الدري ماشي لخاطره. بزاف داك الجيل هادشي اللي قلتي هادشي انا اعترفت به. دابا مؤخرا هما اتفقوا شنو قالوا عليك؟ قالوا دابا مني انك انت سحاره. مشات عندهم قالت هي كانت داعياهم، بعدا كانت داعياهم، هاد مرت ولدي داعيه هاد الاخت ديالي، وداعيه السيده الاخرى اللي كيعيروها كيقولوا لها انت راه كتشدي النيبرو، انت كتشمكاره، انت فلوس الجاليه كتمشي في المحرمات، هادي هادي كانت داعيه. لغات ديك الشكايه ومشات عندهم قطعتها وقالت، وطابعه من خارجه من عند يعني من عند الوكيل المالي. مشات ملي انا اكتشفت هاد الحقيقه مؤخرا ملي طلعت معاكم في اللايف وقلت لكم انا مشيت عند ولدي باش نشوف الوليدات الصغار ديالو. يعني انت مشيتي زعما باش تشوفي ولدك؟ ما مشيتش باش نتخاصم معاهم ولا شي حاجه، مشيت غير نشوف حفايدي. لقيت داكشي اللي كانت قالت لي ديك الاخت اللي مربيه، كبرت مربيه معاها، لقيت الهضره ديالها صحيحه، لقيت الفلوس الجاليه كتمشي في محرمات. يعني قالت لي انت غادي عاد تعاود 16 تمشي ل 36، ما تقبلوش مني هذه الهضره. من هذاك اللي كيقول لي خرجي خرجي بحالاتك. واش ولدك مريض مرض عقلي ولا غير بالمخدرات؟ كي مره مره كيمرض، مره مره كيمرض بالسحر، السحر والمخدرات. شكون اللي كيسحر ليه؟ مراسو ونسيبسو، لدرجه انها طلقت نسيبسو وبركت معاه. صافي انا من ولدي ملي كان عندي مده 5 سنين راه كان معايا، كان يعني بالعقل ديالو ما كانش مسطي بحال هكا. ولدك دابا فاش خرجت كان بوحدو تما، فين تبدلو بزاف الحوايج؟ تبدلو بزاف د الحوايج، وتيقولوا ليا في اللايف البارح تيطالعين تيقولوا انا الطمع، انا هادشي درتو. لا ما يمكنش ندير هادشي على الطمع، راه ما كايناش في الدنيا شي ام تنقولها وكنتحدى اي واحد، راه ما كايناش شي ام في الدنيا ما تتبغيش لولدها الخير. علاش؟ حيت انا ولدي راه زديتو 5 سنين. اكثر انسانه كتبغي لك الخير في حياتك هي امك. وكنت انا كيما قلت لكم في اللايف راه كنت كنفضلوا على ولادي كاملين، راه ما يمكنش غنطمع في ولدي انا، راه ما طامعاش فيه انا. هو هادشي تيعطيو الناس، ولكن راه لقيت الفلوس ديالو كتمشي غير في المحرمات. ما باش تنوض خصي ضدي وتقول لك انا يا غير طامعه فيهم ولا باغا لولدي شي حاجه خايبه، راه ما يمكنش. شنتي هاد المشاكل مرضوك؟ مرضوني في حياتي انا، راه ما نسمحش ليهم، مرضوني في حياتي والله. واش انا غنسحر لولدي؟ انا راه ما يمكنش نسحر لولدي، انا براسي مسحوره، ولدرجه ان بنتي عندي بنت واحده اللي كان كساب في الدنيا، قبل ما تتزوج داوها عندهم سيدي معروف، قبل ما تطلق مت مرت ولدي داتها عنده وبركتها عندي، ولات كتعطيها حتى هي ما عرفتش شنو وكلتها، لدرجه ان ولات كتعايرني بنتي. دابا تقول لي ماما سمحي ليا، وانا من هذا المنبر كنقول لها بنتي انا راضيه عليك، انا راضيه عليك، بغيتو كان في السماء يهبط لك، فين كان في الارض يطلع لك. علاش؟ حيت عمرها ما هزت العين في عدوز حتى ولا صرفقتها. عندي اوديو كتشهد فيها ديك اختي، وكتعاود ليها مرس ولدي مشات عندها وكتقول ليها راه صرفقتها، بان ليها الضو في عينيها ونقزت جارتها، وما في الاوديو كيهضروا. عندي هذا دليل، دليل تعنفت، وكاين دليل انك تعنفتي، وهادشي كتقولوا هي في الاوديو. كتقولوا في الاوديو، كتقول لها جارت اختي هذه اللي طلعت في اللايف، كتقول لها حشومه عدوزك، كثر من الرده ديالك، كثر من الام ديالك، ما تصرفقيهاش ودارت فيها. يعني اختي انت دابا باش نهضروا على المهم، انك تعنفتي وتقالت عليك هضره ما فيكش نهائيا، ما فياش، وعندي الناس كيشهدوا هاد الهضره ما فياش. انا دابا انت بغيتي تلجئي للقضاء باش انك تاخذي الحق ديالك. ناخذ الحق ديالي من عند الام ديالها ومن عند مراس ولدي اللي صرفقتني، وكتصيفط لي اوديوات وتقول لي واش بغيتي ولدك يفعل ويترك لك كلام خايب، كلام خايب ما تيقولوش بنات الناس اللي مربيات. يعني انت اختي بغيتي هادشي كامل بطبيعتها غتلجئي للقضاء. بغيت القضاء ياخذ ليا الاصول مع ولدك. بغيت الحق ديالي انا كيما كان الحال، هو راه تيبقى ولدي. كيما تصيفط ليا في اوديو تقول ليا راه ولدك قال ليا انا راه ندفنتها، انا راني دفنتها، ما بقاتش عندي امي سميتها مليكه، ولكن انا واخا انت كتقول دفنتيني انا راه ما نقولش لك، انا ما نكركش. علاش؟ حيت انا حاسه براسي كبريسيمه، وما عنديش الوالدين وما عنديش خواتات، انا ما نكركش اسامه، واخا تنكرتيني في الدنيا براسك انا ما نكركش. انت كتبقى ولدي، حاجه واحده اللي سنطلب، حاجه واحده، اليوم دنيا وغدا اخره، نهار اللي نموت انا اللي سنطلب غير حاجه واحده، المرض ديالك ما تدخلش وما تقلبش عليا. علاش؟ حيت قصحتني وجرحتني في القلب ديالي، وتنسى ولدي. صافي انا ما غنقولش لك انت ماشي ولدي،
علاش؟ حيت انا تخطيت في هذا الموقف وكبرت يتيمة وكافحت وتقاتلت عليكم 20 عام وانا خدام عليكم، وكبرتك خصوصا انت تعذبت معاك بزاف، انت كبير، انت قاد مسؤول، انت مسؤول على راسك، وانا كتهزيت عليك المسؤولية، ماشي انك صغير ردعتك ولا كبرتك ولا هزيتك 9 شهور، لا، انت قاد مسؤوليتك، انت في عمرك في 18 عام 20 عام والفوق، وانا هز مسؤوليتك وهزيتها، وانت 5 سنين وانت مجوج، ولادك اللي ولفتهم الصغار مشيت باش نشوفهم ونطوا تكرفصتوا عليا، راه ما نسمحش ليكم. واليوم ضيضة الاخت اللي تربيت معاها كبرت حتى هي كتعاير وكتقول لي داك الكلام، هذاك الكلام اللي غد قولي لاختك هذه اللي مربيه معاها ولدك، شنو تقولي لهم؟ حيت هما اقرب الناس ليك، راه هما اللي غيبقى فيك عليهم الحال. تنقول لهم والله ياخذ فيكم الحق، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والسيده اللي تقول الام ديال مرات ولدي، اللي تقول باش من صفه انا ندخل الطليق ديالها، انت اش من صفه الطليق ديالك يبات معاك عند الولد ديالي مده 3 ايام 4 ايام، وانتم في دار وحده وهو طليق ديالك؟ باش من صفه انا اللي جا عندي كاين راجلي وكاين ولدي في عمره 27 عام زيد في 98، وعندي ولد اخر حتى هو راجل 16 عام وراجلي، يعني عندي في الدار وكاينين عندي معايا رجاله ولادي وراجلي. انت اش من صفه اللي تتهضري على طليقك وتتقولي علاش تيجي لعندي؟ انت هو ما لقى حتى شي حل، انت راه اصلا كتعتبروا عائله وحده. ولكن ملي تفضحت وملي فضحتكم وبالمخدرات، انا راه كما قلت قبل وتنقولها وتنعاود نقولها، راه ما كايناش شي ام في الدنيا ما تتبغيش لولدها الخير. انا ملي فضحتكم ولقيت المخدرات ولقيت داكشي، راني صافي تصارعت مع ولدي، تعنفت من الطرف ديالكم، مشيت للقاضي. هادشي علاش نطو كتفضحوا فيا بالسحر؟ حاشا ولا واش تكون انا سحاره؟ هالناس كيشاهدوا هاد السيده، هيا هاد السيده كتشهد، هي راه كتعرفني الا كنت انا سحاره وما كنتش كنبغي الخير لولادي تقولها. اختي ملك كلمه اخيره، شنو تبغي تقولها الابن ديالك لمراته ولهاد الامور اللي داروا لك كامل؟ انت بطبيعتها غتلجئي للقضاء وبغيتي القضاء انه ينصفك ويعطيك الحق ديالك. بغيت القضاء ينصفني. انا الكلمه الاخر اللي تنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حقي راه ما منتازلاش عليه، انا غنبقى نهضر ديما على الحق ديالي، على التعنيف اللي تعنفت من ولدي ومرتو والنسيبه ديالو، ما نتازلش عليه، ما نساهش. علاش؟ حيت عنفوني وتكرفصوا علي ولحمي كله زرق ودرت شهاده طبيه. غير واحد الحاجه، ديك السيده هذيك النسيبه ديالو اللي تتمشي تطلق وتجي تبرك مع ولدي على قبل الفلوس ديال الجاليه اللي تيصيفطوا ليهم، ما تتهمنيش انا بانني انا كنسحاره وانا هادشي كله درتو على قبل الطمع. لا، انا كنرد عليك من هذا المنبر. لا، انا ولا كنت كنعرفكم ناس مأصلين وتتقولوا الحق، هضروا بوجه مكشوف. الا ديك الاخت اللي كتقول انا راه اختي، هي غير مربي معايا، حاشا واش تكون اختي هذيك. هذيك تهضر بوجه مكشوف، حيت انا كنهضر بوجه مكشوف يعني العالم كامل يشوفني، ما عنديش مشكل. علاش؟ حيت كنقول الحقيقه. واش الانسان اللي كيهضر من ورا المرايه وتيقول الكذوب وتيكذب على الناس تيتسمى انسان؟ راه حسبي الله ونعم الوكيل فك. اللي كتقول اختي وكتسميني راه ولدي هذاك، راه كيما كان الحال غيبقى ولدي، ولكن انت راه حسبي الله ونعم الوكيل فك. هادشي اللي غنقول لك. دابا كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، وكنتمنى ان شاء الله هذه اللي تاخذ الكلمه الله يعطيك الصحه، غير باش ما تبانش. لا، ما غاديش تباني، عاس هضري حتى الهضره، لا ما قادش عليهم. علاش هذوك الناس؟ علاش نقول راه كنتي شايفه اش داروا فيا؟ ما قاداش عليهم. يعني انتم كيف ما كتشهدوش التصريح ديال الجاره ديال جارتك؟ ماشي جارتي، بنت عم الام. راه كلمه وحده اللي بغيتك تشهدي فيها اليوم دنيا وغدا اخره، هذا الكي اللي في ايد ديال العاشق، انت حاضره لي وانت اللي ديتي للسبيطار، بغيتك تقولي كلمه وحده. مي واش متاكده مي ولا مربيه؟ يعني حيت انا صيفطت لي اوديو كتقول لي انت مربيه. يعني كنتمنى هاد السيده تاخذ الحق ديالها. ديتي للسبيطار، انت حاضره لهاد كتشهدوا هاد الشيء اللي دازت عليه، ماشي سهل، ماشي سهل. وملي وصلتوا للسبيطار اش قلتوا لي؟ قولي للسبيطار واش تقلب على براد ولا ما؟ كنكون وصلنا للمرحله ديال التكاليف. ياك ولكن المشاكل ما كاداش على مشاكل، ما كاداش عليهم. انت ما كاداش عليهم، انا كاده عليهم وكنتحداهم. حيت انا كنمشي الاتجاه ديال الحق وكغادا في اتجاه ديال الله سبحانه وتعالى،
وما غنخافش منه، كنخاف من الله سبحانه وتعالى. غنبان شاف ما تبينوش انت الله. لا 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 ما غاديش تبان. ما قال واش كاين شي ام في العالم تتكوي بنتها نهايه بالعاشق؟ نشكركم على حسن المتابعه. راه ما يمكنش. هذاك راه ولدي.